خليني بقى اروح من خبر السيارات لخبر كمان مرتبط بالعلاقه القويه اللي بتربط بين مصر والدول الافريقيه ودور مصر كمان في تدعيم الروابط دي، لكن هذه المره على المستوى القضائي. المحكمه الدستوريه العليا حاليا بتستضيف ولحد يوم 19 فبراير المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستوريه والعليا الافريقيه، واللي بيشارك فيه اكثر من 125 رئيس وعضو محكمه دستوريه وعليا من 45 دوله افريقيه، وده لاحداث التكامل القضائي والتعاون القضائي وكمان اطلاق منصه قضائيه افريقيه موحده. النهارده بالفعل مستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمه الدستوريه العليا والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اطلقوا اول منصه قضائيه الكترونيه افريقيه في حضور ممثلي الدول الافريقيه. وده الحقيقه هو استجابه مصريه لتوصيات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستوريه والعليا الافريقيه في دورته اللي فاتت، وطبعا التوصيات اللي كان اوصى بيها سياده الرئيس في افتتاح قمه الاتحاد الافريقي. في كل الاحوال المنصه دي هتحتوي على كل المعلومات المتعلقه باحكام المحاكم الدستوريه في افريقيا، شرح المضامين الاحكام، وهيكون الهدف منها هو تبادل الاحكام القضائيه والتعاون القضائي بين دول القاره واتاحه فرص التدريب بين القضاة في مختلف وتبادل الخبرات، ويعني ده عبر منصة إلكترونية. خلينا نشوف بقى مع حضراتكم تصريحات المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا لأكسترا نيوز بخصوص إطلاق هذه المنصة الإلكترونية الأولى والفريدة من نوعها. هذا المؤتمر أول حاجة تميزه التحول الذي حدث بإنشاء أو إطلاق المنصة الإلكترونية اللي بتمثل موقع ضخم جبار يتناول جميع المبادئ والأحكام الصادرة من المحاكم العليا الإفريقية. ليس هذا فقط، بل يتناول كذلك جميع المعلومات عن المحاكم، هذه المحاكم في القارة الإفريقية. هذا الموقع يعتبر تحول تاريخي نوعي، لأنه يمثل قيمة علمية ضخمة يتم من خلالها التبادل الفوري وتحديث المعلومات أولا بأول. طبعا أمر في منتهى الأهمية، وأن تكون مصر هي منطلق إنشاء هذه المنصة كمان هو أمر شديد الأهمية وتأكيد على ثوابت، يعني نريد دائما التذكير بها والتأكيد عليها، وهي أن مصر هي قلب أفريقيا النابض.